الاصدقاء، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور ديالكم طيبه. كما كتشوفوا معايا الدرس ديال اليوم هو درس خفيف ولكن مهم بزاف. علاش؟ لان غنشوفوا ان شاء الله الايرجولار فيربز، الافعال الشاذه. صراحه هذا الدرس ديجا شرحته في المجموعه في فيسبوك في الصفحه وشرحته، يعني هنايا ديجا فلاشين داير فيديو عليه، يعني هضرنا عليه. ولكن رغم ذلك بزاف الاصدقاء قالوا لي عافاك حاول دير لنا لا ليست ونشوفوا في لا ليست، اوكي صيفطوا ليا، ومن خلالها حاول تقول لنا عافاك شنو هما الافعال اللي حتى حنا نقدروا نشوفوهم قدامنا، يعني معاك يعني معايا، وتكرو يعني دير لنا عليهم واحد التيك باش حنا نحاولوا نراجعوهم ونضبطوهم. انا بغيت نقول واحد النقطه باش ما تفهمش غلط، راه الافعال الشاذه بالنسبه للغه الانجليزيه صعيب يتعرف اش من فعل غيتحط لك. اذا انت بالنسبه لك او انت غادي تحاول اوكي الماكسيموم بوسيبل، ولا يعني دير اللي في جهدك باش انك تحفظ واحد يعني واحد العدد ولو قليل ديال الافعال، حيت غينفعوك ان شاء الله غينفعوك. ولكن انا هذا الفيديو ديال الناس اللي هما يائسين بالنسبه للحفظ كنعطيهم اهم الافعال اللي لا مثلا كاع ما حفظتيش وما قدرتيش وما عرفتي والو، احفظ هذا. تفهمنا مزيان باش ما يفهمنيش شي واحد غلط، ولكن الا قدرتي تحفظ هادشي كله وتفهمه كامل راه مزيان ليك بزاف، لا في لونغلي ديالك تعلم ولا في لونغلي الباك. اذا انا هادو اللي غندير لكم لهم تيك كما كنقول راه ماشي غيتحطوا، ولكن اهم الافعال اللي تقدر تلقاهم وغادي يفيدوك. نتمنى تفهم مزيان، ما تفهمش بطريقه يعني ماشي صحيحه ولا بطريقه سلبيه. قدرتي ما تحفظ الافعال كاملين مزيان، ما قدرتيش حفظ هادو اللي غندير لهم تيك، لان هادو ما كيبقاو كامل يعني فيربس. انا ما دايرش هذا الفيديو باش ندير فيه بوز ولا باش نشوفوا العنوان واتيريكم، لا، حتى اعطيكم هادشي من قلبي. هادو هما اهم الافعال اللي انت غتحاول تركز عليهم، اللي غندير لهم هاد الشريطه هادي هما المهمين. اولا ديجا راني معلم الفيرب بي. بالنسبه للبي اوكي الباس ديال واز والباس بارتيبل بين، هذا كيلعب دور ديال اوكسيلير وفعل، اوكي معروف. بالنسبه لنا بيت، اوكي بيت الباس ديالو بيت والباس بارتيبل بيتن، هذا عنده بزاف ديال المعاني، يقدر يعني مثلا بالنسبه للبيت هنا كنهضروا انك كتغلب شي واحد، يعني كتهزم شي واحد بيت. عندنا بيكام، ونتمنى انكم تكونوا تشوفوا ليكرون مزيان، اوكي ولا يعني كتبان لكم الشاشه. بيكام الباس ديالو بيكيم والباس بارتيبل بيكام، يعني يصبح. هنا فقط كدير اي وهنا كدير او، سمحوا لي كنسرع باش ما يكونش فيديو طويل. عندنا بيجين الباس ديالو بيجان الباس بارتيبل بيجان، يعني هنا كدير اي وهنا كدير يو، اوكي بيجين بيجان بيجان يعني كيبدا ستارت ولا كمنس. عندنا بريك الباس ديالو بروك والباس بارتيبل بروكن، بريك بروك بروكن يعني هنا كتهرس ولا كتقسم. عندنا برينج الباس ديالو اوكي بروث الباس بارتيبل بروث، يعني انك كتجيب شي حاجه. اوكي عندك باي، حتى هذا غتحاول تعقل عليها فك وحاول حتى هو تضبطو، حاول عليها فك حتى هو تضبطيه هذا الفعل هذا باي، تقدري تلقاه عفوا تقدر تلقاه. الباس باسيبل ديالو هو بوت الباس باسيبل بوت، اوكي باي بوت بوت، يعني الباس بحالو بحال الباس سيمبل بحالو بحال الباس باسيبل كيما قلت. اوكي عندنا كان هذا مهم بزاف، هذا كيلعب دور ديال المودل فيربز، ولكن حتى هو راه كيبقى فيرب، سمحوا لي حتى هو كيبقى فيرب. كان الباس ديالو كود، ولكن الباس باسيبل هو بين ايبل تو، اوكي ما كنقولوش كود هنا، كان كود الباس بارتيبل بين ايبل تو، بين ايبل تو، عقلوا على هذه مزيان، كان كود بين ايبل تو هو الباس بارتيبل. عندك كاتش هي كتشد او لا كتمسك، الباس بارتيبل ديالو اوكي هو كات، وهنا عندنا كات ما كنقولوش كاتشد، هذا ايريجولر انك كتمسك شي حاجه. عندنا تشوز، اوكي تشوز كتختار الباس بارتيبل ديالو، الباس سيمبل عفوا هو تشوز تشوز، وهنا تشوزن، اوكي تشوز تشوز تشوزن. كي لا يسولني غير معلومه هادو شنو كيعنيو هاد الرموز، قال لي ما كيفهمش، هذا راه طريقه النطق ديال الكلمه، اوكي هادو كيتسموا الاي بي اي، يعني الطريقه ديال النطق الفونكس. عندنا كام الباس ديالو هو كيم والباس بارتيبل كام، يعني لاحظتوا معايا كام بحالو بحال بي كام، ها بحال بحال كزيد بي كام يعني ياتي ولا يجي. عندنا سيدي كوست، هذا ساهل، اذا كوست هو ان شي حاجه كتهضر على الثمن البرايس، يعني الثمن ديالو شحال، ات كوست يعني كدير بالدارجه ديالنا، كوست كوست كوست، هذا ساهل. عندك كات تقدر تحفظو، كات 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 يعني انك كتكوبي شي حاجه على جوج ولا كتقطعها، اوكي يعني ما فيش اشكال هذا الفعل هذا لا ما كنظن، فقط الانسان يحاول يركز فيه ويحاول يضبطو. انا غادي معكم هكذا يعني هابط ونعاود نرجع عاوتاني للسيري الاخرى او لا ليست الاخرى. عندنا سيدي الفعل الموالي هو دو، اوكي دو يعني معروف، هذا دو تفعل ولا فعل اللي بغيتي، دو ديد دان فعل، دو ديد دان. عندنا سيدي دريم، دريم يحلم، دريم دريم تو دريمت، او لا تقدر تقول دريم دريمت دريمت، يعني هنا دريم دريمت دريمت ولا دريم دريمت دريمت، اذا دريمت او لا دريمت بحال بحال، غير وحده كتكون بريتيش وحده امريكان، انت ما كيهمكش، هربات لك دريمت دير دريمت، هربات لك دريم دير دريم عادي، سواء باس سيمبل سواء باس بارتيبل. كاين اللي يقول لي درو راه هو كيتحط يعني كترسم، راه قلت لكم انا كنعطيكم اهم الافعال، يعني بالنسبه لك انت اللي ما يدرونجيوكش، يعني ساهلين لك بالنسبه للحفظ، كان عندك يعني قريحه الحفظ وقادر تحفظ الله يسخر مزيان، راه كلشي مهم. انا غير كنقول عفوا الناس اليائسين يعني اللي ما قادرينش يحفظوا. عندنا درينك يعني كتشرب، الباس ديالو هو درانك والباس بارتيبل درانك، كما كتلاحظوا معايا هنا اي اوكي، وهنا كترجع يو،
هذا راه كيفكرنا بحال بحال بيجين اللي عقلته بيجين قلنا قبيله بيجين بيجان بيجان اذا انت هذا درينك هي كاينه اي ان كي هنا كاينه اي ان كي هنا كاينه يو ان كي يعني رجعنا هنا غادي نلقاوها انتم شوفوا معايا مزيان هنا عندنا اي ان وهنا عندنا اي ان وهنا عندنا يو ان نفس الشيء بالنسبه لدرينك انت اذا انت كتهمك هذا الان هنا عندك درينك هنا درانك وهنا درانك اذا اي يو عقلوا عليها هذه القضيه هذه درايف يعني كتسوق الباس ديالو دروف والباس باسيبل دريفن درايف دروف دريفن ايت هذا هو مهم بزاف الباس ديالو ايت والباس باسيبل ايتن عندنا طبيعه الحال فول هذا مهم بزاف هذا الفعل لان بعض المرات كنخدموا به مع الفريزل فيربس فول فيل فولن ساهل فول فيل فولن فول فيل فولن تسقط اوكي عندك فيد هو تقدر تحط ليك حيت ساهل فيد هو كتوكل اوكي كتعطي شي حاجه المهم شي واحد ياكل ولا انيمالز ولا شي حاجه فيد فد فد ساهل كتحيد او هادو بحالو بحال ميت بحالو بحال ميت يعني كنقولوا ميت مات مات حنا نشوفوا هذا فيد فد فد يعني هنا كاينه دو زو دي والاخر فيه دو دو زو تي وهنا او دي او دي الاخر او تي او تي ساهل عندك فيل يعني كتحس باس ديالو فيلت والباس بارسيبل فيلت اذا هادو افعال كيكونوا ساهلين للحفظ ماشي شي حاجه صعيبه الانسان غير يحاول فقط يركز عندنا فايت يعني كدابز اوكي الباس ديالو هو فات باس بارسيبل فات بحالو بحال يعني هذا ساهل نحفظه فايت فات فات ما كاينش مشكل عندي فايند انك كتلقى الباس ديالو فاوند والباس بارسيبل فاوند راه هادشي ساهل الا رجعتوها الاخوان ما كاينش مشكل فايند فاوند فاوند عندنا فلاي انه كيطير الباس بارسيبل ديالو فلو والباس بارسيبل فلاون هذا بحالو بحال نو اوكي نو نيو نون اذا فلاي فلو فلاون هنا كاينينش افعال ملي كتلقى النغمه الموسيقيه ديالهم في الباس سيمبل بحال بحال الباس بارسيبل حاول انت انت كاتيجوريهم تديرهم في ديك كتسمى الفاميلي يعني ديك العائله ديالو في الفيرب عندك forget هذا سهل بزاف يعني كتنسى forget forgot forgotten عادي forget forgot forgotten ما كاينش حتى شي اشكال الانسان يحاول يركز بحال بحال forgive 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 forgiven هنا قلنا forget forgot forgotten هنا قلنا forgive forgave forgiven يعني انك كتسامح هاد forgive راه بحال بحال give لاحظوا معايا هنايا give gave given هذا الفيرب give يعني هنا لا درنا هاد give راه غيبقى فيها الجديد يعني give تعطي والباس ديال هو gave والباس بارسيبل given احنا زدنا غير فور يعني هذه كتعني كتسامح والاخر كتعطي احنا غنشوفوه دابا forgive forgave forgiven forgive forgave forgiven عندنا get الباس ديالو هو got والباس بارسيبل هو got كاينه واحد الفيرب كاين تقدر تقول حتى gotten اوكي gotten سمحوا لي ان غير بالنسبه ل gotten كتمشي مع الامريكان ماشي مع البريتيش ولكن تعقل على got حيت ساهله عليك get got got ها هو اللي قلنا قبيله give كيف ما كتشوفوا هنا give ها هو give اذا رجع gave given هنا حتى شويه الانسان يكون ذكي راه يعرف هادشي راسو دونك give gave given بحال حفتي الا حفتي forgive راك حفتي جوج الافعال forgive وراك فيها gave forgive فيها gave وforgiven فيها given عندك go هو كيمشي مهم بالدارجه حنا باش نفهموا go went يعني ولا يمشي go went gone الباس بارسيبل الدراري هو gone ماشي went اوكي عندنا بطبيعه الحال have have هو avoir كما قلنا هذا اوكسيلر مهم بزاف كنخدموا به بزاف الباس بيرفكت والبريزنت بيرفكت ومهم داكشي ديال البيرفكت هاف هاد هاد ساهل هذا معروف هاف هاد هاد اوكي ساهل ما فيش اشكال عندنا هير كتسمع هذا مهم هذا الفعل هذا هير هيرد هيرد اذا هنا كتزيد غير الدي ساهله اوكي ما تزيدش الدي غير الدي هير هيرد هيرد غير هنا كما كتشوفوا هاد النقيطات كي اللي ما يفهمش راه الامر البريتش ما كيقولوش هيرد دابا النطق ما كيفهم ما كيهمكمش غير واحد الاشاره فقط البريتش كيقولوا هاد اوكي هاد لان ملي كنديروا هاد بحال نقولوا الدوتس ولا مثلا الكولن اوكي هاد النقيطات كيقولوا هما هيرد ماشي هيرد مهم هايد هي كتكاشي كتخبى شي حاجه هيد هيد عفوا هيد هذيك فيرب اخر عفوا هايد هيد هيدن هايد هيد هيدن اوكي هايد هيد هيدن كيقول هايدن مهم كنقولوا هيدن عندك سيدي هيت ما كيتشونجاش اوكي هيت ما كي حيت دابا كاين واحد النوع الناس ماشي كيستافد كيبقى يسمع لك البرونسياسيون ويهز الكلمه ويمشي يدير لها برونسياسيون باش يجي يقلب يعني انه درتي فوت لا تبعوا الدراري هادشي اللي كيهمنا حنا دابا هيت 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 كضرب يعني فرابي كضرب اوكي عندك هولد هي كتهز شي حاجه ولا تمسك اوكي هولد هيلد هيلد يكفي انني نحول او لاو هولد هيلد هيلد عندك هيرت اوكي هو كتقصح شي واحد يعني هيرت يو اوكي اي هيرت يو سوري هيرت 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 ماشي هارت اذا هاد هيرت راه بحالو بحال الفيرب اللي كنا شفنا قبيله كات بحالو بحال كوست اللي ما كيتبدلوش انت ديرهم في واحد الكاتيجوري صافي عندك كيب اوكي كيب هي كتحفظ ماشي كتحفظ يعني كتحفظ شي حاجه بحال جدول الدرب ولا كتحفظ الباراجراف ولا لا كتحفظ يعني كتخزن شي حاجه عندك كيب كابت كابت اوكي كيب كابت كابت ساهل كيب كابت كابت
عندنا نو نو كيرجع نيو نون يعني يعرف او يعلم نو نيو نون اوكي نو نيو نون بحالو بحال داك اللي قلنا قبيله دراو جو دراون كاين بزاف بحال هكا دونك هذا نو نيو نون اوكي عفوا ندير لكم باش تشوفوا مزيان لان ما بقيتوش كتشوفوا كنعتذر دونك هنا قلنا نو نيو نون ربما ما كنتوش كتشوفوا كما قلت عندنا هاف هاد هاد عندنا كما قلنا هير هيرد هيرد عندنا هايد هيد هيدن اوكي وعندنا هيت 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 هولد هيلد هيلد هيرت اوكي هيرت هيرت كما قلنا كيب كابت كابت نو نيو نون اوكي هادو ما خصناش نضيعهم عندنا سيدي ليرن هي كتعلم ليرن بحالو بحال دريم ليرن ليرنت learned ولا learn learned learned اذا بحالو بحال dream dream dreamed 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 اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الافعال هادو وندوزو للكاتيجوري المواليه يعني عندنا كاتيجوري يعني نورمال افعال كاينين بزاف كما قلت ولكن حنا كنمشيو لاهم الافعال اللي انا خصني نحاول الا كان عندي مشكل نركز فيها اذا اول فعل في هاد الكاتيجوري الثانيه اوكي عندنا ليف ليف هي كتغادر صافي ليف كتغادر يعني كتغادر واحد المكان اي ليف ماشي اي ليف يعني ال كاين واحد كيحسب له فيها بحال هكا لا هذا بوحديتو هذا ليف طويله ليفت ليفت يعني كتغادر كيتي اي ليف اوكي ليف ليفت ليفت هذا سهل نقدر نقل عليه ما فيش مشكل صافي ساهل ما فيه حتى شي اشكال سي بون مزيان عندنا اسيدي فعل اخر هو ليت ليت هو تداو تداو ليت 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 يعني هادو ساهلين كنحاولوا نقولوهم لكم باش تعقلوا عليهم حيت ما كيتشانجاوش ليت 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 تداو يعني كتخلي شي واحد اي ليت اي ليت اي هاف ليت اوكي المهم باش تفهموا مزيان عندنا الفعل الموالي هو لايت يعني لايت انك كتضوي يعني كتضوي على شي حاجه انا كنضوي انت كتضوي يعني الفعل تو دي او لايت ليت ليت هذا ساهل الدراري لايت ليت ليت يعني نحاول ما نضيعش هذا الفعل هذا لايت ليت ليت سي بون عندنا لوز هو كتخسر اوكي لوز لاست لوس اذا لاست لوس ما فيش مشكل لوز لاست لوس عندكم ميك ميك هي فابريكي كدير شي حاجه ميك ميد ميد يكفي نحول كي ل دي اوكي ميك ميد ميد كي كيقول ماد ماد راه كتعني كريزي وكتكتب بالدي بلا او اذا نقولوا ميد عفاكم بحال اللي كنا كنقولوا ديك المره قلتوا ميد ان تشاينا ماشي ماد ان تشاينا ميد ان تشاينا باش تفهموا راه ماشي ماد ماد راه اسمك شي واحد يعني راه كريزي يعني بحال اللي قلتي له راه مسطي في الصين الموالي عندنا مين مين هي وات دو يو مين ماذا تقصد يعني مين مينت مينت مين مينت مينت مين مينت مينت يعني تعني سهل مينت مينت بحال دريمت دريمت بحال ليرنت ليرنت ها هو ميت الى عقلتو بحالو بحال فيد كما قلنا قبيله فيد فاد فاد هنا ميت مت مت هاد الفيرب كاين بزاف ديال الناس كيعرفوه عندنا بوت هو تضع اوكي بوت 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 بحال كات 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 يعني ما كيتشونجش الفيرب عندك رايد رايد هي عفوا ريد هو الاول ريد هو كتقرا ريد 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 غير البرونسياسيون عفاكم كما كتشوفوها هي كتنطق بحال الاحمر يعني اللون الاحمر واخا تجيك شويه بيزا كتنطق ريد باش كنفرقوا ما بين الباست والبريزنس اذا كنقولوا ريد غير هنا كتقول هاف ريد هاز ريد هاد ريد يعني البريزنس بيرفكت والباست بيرفكت اذا انا ريد 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 رايد هي مونتي يعني كتمونتي شي شوفار ولا شي حاجه ولا بايسيكل كنقولوا رايد رايد رود ريدن رايد رود ريدن هذا سهل بزاف راه شفنا واحد الفعل قبيله بحالو اللي بقى عاقل معايا شكون اللي قال اشمن فعل اوكي برافو عليك بحال درايف اوكي درايف دروف دريفن رايد رود ريدن يعني عندهم نفس القضيه السياقه غير باش تفهموا راهم غير العائلات كيساعدوك اوكي عندنا الفعل الموالي ران اوكي ران بحالو بحال بيغان يعني ران كما قلنا دابا هنا عندنا ران كما كتشوفوا بيو ولكن هنا ران باي بحال بيغان اوكي يعني بيغان ران اوكي هنا عندنا بيغان ران يعني هنا الاي وهنا اليو كاين اللي كيخربق كيقلبهم الا كانت عندنا ديك بيغين هنا تكون هنا بيغان با الا كانت عندنا مثلا فور اكزامبل بيغان تكون بيو بحال هذه ران 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 يعني كتجري ساي ساي ساد ساد سهل هذا تقول ساي ساد ساد اوكي انت منك كتعلم فوكابيلر منك كتعلم كلمات يعني جداد ليك وكتاخذ فوكابيلر عندك سي سي هو كتشوف الباس ديالو هو سا الباس بوسيبل سين سي سا سين سي سا سين كتشوف سي سا سين عندنا سيل سيل عفوا هي كتبيع سيل سولد سولد سيل سولد سولد تبيعو عندنا سيند سيند هي كتصيفط كترسل انفويي سيند 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 غير كتحول دي للتي سيند 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 سمحوا لي كنسرع باش ما يكونش الفيديو طويل اوكي عندك سيت
سيت هي كتباراميتري ولا كتقاد شي حاجه. سيت فروم سيتين الباراميتر اللي عرفتو سيتين هذا الفيرب ديالو. اوكي سيت اي سيت يعني كنقاد، ولا اي سيت ذا تيبل يعني كنقاد الطبله. بيفور ايتين وي سيت ذا تيبل كنقادو الطبله. اوكي كنارونجيوها ولا كنريغلوها، نديرو ديك الميزون بلاص ديال الميزون بلاص ديالنا عفوا باش نبداو ناكلو. هذه كتسمى سيت، ولا ديال سيتين كتولي الباراميتر سيتين. سيت 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 اذا بحالو بحال كات، بحالو بحال بوت، بحالو بحال يعني عقلتو معايا شنو الفيرب ياب ايش مزيان هيت بحال هيرت ما كيتبدلوش. هذا الفعل ما عندك ما ديرو به، هذا ما عندك ما نقدروا نعطيوه، هذا ماشي مشكل. شيك شيك هو انك كتحرك يدك ولا كتسلم مثلا. اوكي نقولوا شيك يور هاند بحال هكا. اوكي شيك يور هاند ولا يو موف يور هاند. شيك شيك شوك شيكن، شيك شوك شيكن، شيك شوك شيكن سهل، شيك شوك شيكن سي بون مزيان. الافعال كلهم مهمين ولكن انا كنعطيكم اللي مهمين اكثر. عندنا الفعل شات، شات حيت ما كيتبدل، شات 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 يعني هو كتسد الباب كتردخو بالدارجه كتبلعو بالزديح يعني كنقولو شات ولا شات. اوكي شاراب كيف ما كتعرف شاتاب هي اخرس، ولكن داك شاتاب ولكن شات هي كتسد. اذا ملي كنقول شاراب يعني راه خصك تسد فمك. اذا هذيك نقولو شات 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 ذا دور هي ملي كتردح الباب ولا تردخو كل واحد كيفاش كيقولها بالدارجه شات شات شات. اوكي ولا التليفون ملي كيبغي يطفى كنقولو شات داون يعني غادي يطفى لينا شات داون. عندك سين، اوكي سين ما كنقولو سينغ هو كتغني سين سانغ سانغ. اذا هادو بحالو بحال ران بحالو بحال بيجن الى عقلتو كترجع الاي يو، ملي تلقى الاي هنا كترجع هنا يو ساهل. هذه القاعده ديال الاي مع الان كترجع يو ان، عقل ديما عليها بزاف هذه القاعده ديال الاي مع الان في الباس سيمبل كترجع يو ان ساهله بزاف ما كيهمكش الكلمه اللي غتجي من بعد الحرف عفوا اللي غيجي من بعد. اذا سين سانغ سانغ سين سانغ سانغ. عندك سيت، سيت هي كتجلس سيت سات سات ساهل بزاف ها سيت سات سات سيت سات سات. سليب هي كتنعس ها سليب سليبت سليبت بحالو بحال كيب الى عقلتو بحالو بحال كيب كيب كابت كابت. اذا كاع اللي كيسالو بايب كيرجعو ايبت ايبت ايب ايبت ايبت بحال قلنا قبيله كيب كابت كابت صافي عصفورين بحجر. سليب سليبت سليبت. سميل عفوا سميل هو كتشم كتستنشق. اذا هذا الفعل هذا بحالو بحال دريم بحالو بحال ليرن، واخا كاين اللي كيقول لا ما يمكنش راه ممكن ندير له سميل اه هي قدامنا. اذا سميل سميلت كترجع ال تي الا بغيتي، وهنا سميلت ما عجبكش هذا التصريف هذا ولا نسيتيه اكتب سميلد، ولكن خصك دير الدوز ال يعني خصك تزيد ال المواليه عاد دير سميلد يقولوا سميلد سميلد سميل بحال كتستريسي الكلمه اه كتستريسيها. اذا نقولوا سميلد ها هي النطق ديالها. اذا عندك سميلت ولا سميلت. سبيك هذا هو تا هو كيهضر دابا اصلا اي سبيك يعني هذا مهم زعما خصنا نعرفوه. سبيك سبوك سبوكن سبيك سبوك سبوكن عادي سبيك سبوك سبوكن بحال درايف دروف دريفن. اذا كاين عندك نوتاسيون كتلعب دور حتى هي ها مزيان. عندنا سبيند سبيند هي كدوز الوقت كتباسي سبيند 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 غير كتحول دي لتي عفوا لتي سبيند 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 كاينش مشكل في هذا الفعل. ستاند هو كتوقف ستاند ستود ستود ستاند ستود ستود ما كيتشونجاش في الباس مع الباس بارتيسيبل عادي جدا. ستيل هي كتخون كتشفر ستيل ستول ستولن ستيل ستول ستولن ستولن دريفن ديك ان ان قلب على الفعل كي ان ان وان ان معاه يعني كتبو تاهو بحال هكا. الموالي عندنا سويم سويم هي كتعوم سويم سوام سوام هاي القاعدة ديال الاي كما قلنا دابا رجعت مع الام يعني الاي ديما كترجع المهم يو سويم سوام سوام ما كنديروش ليو هنا عاد الاي حيت قال لك يقلب لا هذا الباس سيمبل باس بارتيسيبل باش ما تدخوش الاخوان عافاكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد المسائل باش ما تدخوش. عندنا الفعل الموالي تيك كتاخذ تيك ذا باس تيك ذا ترين تيك شاور بريكفاست تيك توك تيكن تيك توك تيكن تيك توك تيكن. هذا كيفكرني بواحد الفعل اللي هو شيك شوك شيكن اللي عقلتو معايا شيك شوك شيكن. فينا هو نشوفوه دابا ها هو فينا هو فينا هو قدامنا سمحوا لي نتوما ما كتشوفوش نوري لكم ها هو الفوقاني ها واشتي شيك شوك شيكن غير ما كيبانش لكم الفوق. اذا بحالو بحال هذا الفعل تيك تيك توك تيكن. عندنا تيتش كتقري تدرس تيتش اوكي هذا الباس ديالو تات وهنا الباس تات اذا ما كيتبدلش تات اوكي هنا تات دونك اي تات هنا اي تات دونك تيتش تات تات هذا عقل عليه. عندك الفعل الموالي تيل تخبر تيل تول تولد تيل تول تولد تول تولد ما كيتبدلش. ثينك هو كتفكر ثينك اوكي ثوت اوكي ثوت ثينك ثوت ثوت هذه اللي كتبان لكم راه هي تي اش ملي كتخرج الث ثينك ثوت ثوت. عندنا سيدي فعل مولي اندرستاند الا خدينا هاد ستاند بحال بحال ستاند اذا ستاند الا عقلتو ستود ستود زدنا غير اندر اندر ستو
under بحال ديك forgive اللي عقلت ها under. اذا هو جوج الافعال في جيبي understand understood understood جاتني stand غنخدم بحال هذه القضيه stand stood stood. الفعل الموالي اخوان ديالي هو wake. هذا كيقدر يتحط لنا الا بغينا نهضروا على شي ستوري ولا بغينا الباس يعني فقت نقول I woke up يعني wake up وهنا woke يعني wake woke كتفيق wake woke تنهض wake woke woken wake woke woken هذه كنقولها woke اوكي woke woken. And the queer هي كتلبس الصرصه هذه wear wore worn wear wore worn wear wore worn. when تربحت هو مهم بزاف when won won كما كيتشانج في حتى شي حاجه مع الباست سيمبل والباست بارتيسيبل. write كتكتب wrote written write wrote written وعفاكم written بدو تي وهذيك writing اللي كتكتبوا نتوما راه كتكتب بالتي وحده باش ما تدخلوش ديال ing form اوكي ما كنكتبوش دو تي. اخواني اخواتي تحياتي لكم الله يسر الجميع نتمنى لكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو لانه كما قلت درتو تحت طلب بعض الاصدقاء نحاولوا نتفرجوا الفيديوهات كاملين لان تبعنا امتحان وما يكون خير ان شاء الله. تحياتي لكم والله يسر الجميع.